حق هذا المشروع كنت قدمته انا شخصيا منذ اكثر من 20 سنه يعني لدى مستشاري اشغال العموميه والتجهيز التابع للحكومه الاندلسيه لخط الاندلسيه، ولكنه لم الجامعه وانا اقولها صراحه على المباشر لم تكن لها امكانيات اقتناء خمس منازل، فالفكره ديال خمس منازل خمس قرون بقت يعني طي الكتمان وظلت حبيسه يعني الافكار الى ان سطعت يعني الدكتور محمد بن عبود اعطاها نفسا كبيرا بحيث انه مول المشروع في حدود 70-80% لانجاز هذا المشروع هذا اللي نسميه خمس منازل خمس قرون، وكان هو الاساس اللي بغينا نشتغلوا عليه على خلق مسلك للعماره. طبعا حتى تطوان فيها عشرات من المنازل الجميله والخصافيره، هناك كذلك العشرات من المنازل الكبيره جدا. احنا عندنا منزل تطوان مساحته تتجاوز 3000 متر، وعندنا منزل في حدود 2500 متر، وعندنا منازل ديال 1000 متر، وكلهم هذه المنازل موجودين فيهم رياضات او حدائق. اولا تنشكر جميع الاخوان اللي حضروا هذه الورشه الحقيقه والمحاضرة اللي كانت على العمارة الأندلسية المغربية خلال خمس قرون الأخيرة، وتنشكر كثيرا الإخوة اللي عانوا من السفر يعني اللي جاوا من طنجة من الرباط من العرائش جاوا باش يحضروا هذه المحاضرة وباش يطلعوا على المكنونات المعمارية والفنية والجمالية لمدينة تطوان. تنشكر كذلك الإعلام اللي حضر بكثافة بطبيعة الحال. الهدف كان ديالي هو أننا نعملوا شي محاضرة عادية، أن محاضرة بطبيعة الحال تكلمنا على المشاريع اللي قمنا بها خلال 20 سنة الأخيرة على مستوى الترميم وإعادة الاعتبار، ولكن اللي مهم جدا هو عملنا يعني رحلة داخل المدينة، رحلة ديال خمس قرون ونيف، زرنا فيها خلالها واحد مجموعة ديال المنازل والدور يعني درر مدينة تطوان ما أسميه أنا بالتراث الخفي لو باتريمون كاشي ولا الباتريمون كوتو. بحق المدينة ديالنا تطوان مدينة تستحق الشيء الكثير، لأننا باقي على التطوانيين أن يعيدوا اكتشاف مدينتهم، وخصها واحد الدفعة. اليوم كاين جهود سواء ولا من السلطة ولا من 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 مسؤولين وسواء من المجتمع المدني أننا نزيدوا بالقدام لهذه المدينة، ولا مدينة العتيقة ولا الإنسان شيء ولا مدينة بصفة عامة. شكرا لهيبا بريس. السيدة بغد هي الأصول ديالها من فاس، ولكن بغات تجي تسكن في تطوان، تيحمق الزمن فيها تطوان. ولا لاحظوا هي الان في المرحله ديال التاسيس وغتشوفوا واحد القطاع جميله جدا بينما كوثر بلجاني مفتشة المباني التاريخية والمواقع بجهة طنجة تطوان الحسيمة. إذا اليوم عندنا واحد النشاط من بين الأنشطة اللي كتنظمها المحافظة الجهوية للتراث بجهة طنجة تطوان الحسيمة بمناسبة الاحتفال بفعاليات شهر التراث لسنة 2024. إذا اليوم كنا مع محاضرة للأستاذ عثمان محمد العبسي حول موضوع المسلك السياحي للعمارة المغربية الأندلسية نموذج المنازل التطوانية من القرن 16 إلى القرن 20. يعني هذه المحاضرة تلتها جولة بالمدينة العتيقة لمدينة تطوان وزيارة ميدانية لبعض المدن العريقة بمدينة تطوان، كذلك يعني سوف نقوم بجولة بحي الإنسان شي. يعني هذا النشاط كما قلت في البداية يأتي في إطار يعني فعاليات شهر التراث لسنة 2024. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عزيزة المزريبي رئيسة مصلحة جهة التراث الثقافي بالمحافظة الجهوية للتراث بجهة طنجة تطوان الحسيمة. في إطار فعالية شهر التراث الثقافي الذي دأبت هذه المحافظة على القيام به، نقوم بعدة برامج تحسيسية وبرامج تثقيفية لها علاقة بالتراث، الغرض منها هو التعريف بالتراث الثقافي وإبراز قيمته. وفي هذا الإطار قمنا بعدة برامج اللي منها هذا البرنامج هذا ديال مسالك السياحية من خلال العمارة المغربية الأندلسية منذ القرن السادس عشر إلى نهاية القرن العشرين. وها هي كانت واحد الصباحية اللي جميلة جدا ومليئة بالأشياء المفيدة، حيث استفاد الجمهور من العرض الذي قدمه الأستاذ عثمان العبسي والذي يتعلق بالعمارة التقليدية
وجميع عناصرها من شبكات مائية، من الزليج، من الجبس، من الخشب، من جميع الصناعة التقليدية المتعلقة بالبناء المغربي الأندلسي. الخشب المعالجة ديالو سواء خشب يعني ما يعرف خشب يعني مخروم مسوس نقولوا، ولا خشب ملون. إضافة إلى الزليج الإيطالي اللي بديت تقول لم تكن بالزليج، الأسر وصلت إلى الأندلسية الأولى، وصلت تركت ممتلكاتها بطريقة أخرى، وصلت ما عندهاش إمكانيات كبيرة لاستعمال الزليج. فالزليج استطاع احنا وجهة النظر تعود إلى أواخر القرن السابع عشر، وجدنا القطع الأولى الزليجية صغيرة جدا يعرف بشكل مربع بالعشش.